طبعا بهالايام انا برايي مهما كان العمل الفني جيد مستحيل يوصل اذا ما في دعم مادي له. ومعلومكم بان الدعايه والاعلان هي سبب وصول اي سلعه للمستهلك مهما كانت سويت هاي السلعه. شو انسي نينار؟ حكي في شي غلط؟ لا بس استاذ راشد، يعني نحن مع انه الشيء اللي عم نساويه يوصل لشريحه كثير كبيره من الناس، بس على شرط ما يكون سلعه للاستهلاك السريع. اكيد اكيد، وانا هذا الشيء اللي عجبني بشغلكم. انا بعتقد بانه بشويه دعم مادي وبصوت مثل صوت الانسه نينار اكيد رح تتركوا بصمه على الساحه الفنيه. ومثل ما قلت لكم المره الماضيه، مشان الدعم اللي رح اقدم لكم اياه هو دعم مرتبط بحالة مزاج عندي فقط، ومالي منتظر منه أي نتيجة أبدا. وإذا كنت عم بحكي عن قواعد الشغل السائدة هلأ بهاي الأيام، فأنا عم بحكي مشانك بالمستقبل، قصدي مشانكم أنتوا اثنين لحتى تنطلقوا بشكل أوسع. شو يا جماعة، ليه ما عم تاكلوا؟ مظن بأنه فينا نحكي وناكل، ما هيك؟ الأمرين ما بتعرضوا مع بعض. يلا شرفوا. طبعا وبالنسبة للحفلة اللي عم نحكي عنها، رح أقدمكم بأفضل صالة بالشام، وفوق هيك رح أجيب لكم رعاية من وزارة الثقافة، وأي شي بتطلبوه أي شي بتحتاجوه أنا جاهز لحتى نقدمكم بأفضل صورة ممكنة. ماشي؟